هل تعلم أن هناك جمهورية أنشأها الأندلسيون المطرودون من إسبانيا في مغرب القرن السابع عشر؟ هل تعلم أن الأندلسيون شنوا من هذه الجمهورية هجمات بحرية انتقامية ضد الأوروبيين، لا سيما الإسبان، نتيجة ما لحق بهم من أذى وتعسف وطرد وتهجير وتنصير إجباري على يد المجتمع القشتالي بعد سقوط غرناطة سنة 1492؟ ما اسم هذه الجمهورية؟ في أي سنة نشأت؟ في أي مدينة أسست؟ من يكون رجالها؟ وما آثارها الأندلسية الباقية إلى يومنا هذا؟ نجيب على هذه الأسئلة وغيرها بعد قليل، تابعونا. أسس الأندلسيون المطرودون من إسبانيا جمهورية في مصب نهر أبي رقراق في المغرب في مدينتي سلا والرباط بين سنتي 1627 و1668. حملت اسم جمهورية أبي رقراق البحرية. ارتبط مصب النهر في الماضي بعمليات الجهاد البحري التي نشطت على يد الموريسكيين المطرودين من الأندلس في القرن السابع عشر، خاصة المسلمين المنحدرين من منطقة أورناتشوس، وهي إحدى بلديات مقاطعة باتليوس الواقعة في منطقة إكستريمادورا في غرب إسبانيا. عاد النشاط البحري على المنطقة بمداخيل هامة ساهمت في تحسين مستواها الاقتصادي، التجاري، العسكري والاستراتيجي، كما غيرت ملامح التوسع العمراني والتوزيع الديموغرافي على مستوى الضفتين. امتدت عمليات الجهاد البحري إلى السواحل والأساطيل الملاحية الإيبيرية، حيث شن الأندلسيون هجمات بحرية انتقامية ضد الأوروبيين، لا سيما الإسبان، نتيجة ما لحق بهم من أذى وتعسف وطرد وتهجير وتنصير إجباري على يد المجتمع القشتالي بعد سقوط غرناطة سنة 1492. تقع قصبة الأوداية التاريخية بالضفة الجنوبية للنهر، تحتمي وراء جدار سميك معلق على أهداب الصخور ومجموعة أسوار عتيقة محصنة. استخدم المبنى قديما كمقر للدفاع عن المنطقة وحمايتها، أما اليوم فهو عبارة عن حي سكني هادئ وموقع سياحي يقع في العاصمة المغربية الرباط. يعتبر الموقع اختزالا لجزء كبير من تاريخ المغرب، يضم آثارا للمرابطين، الموحدين، الموريسكيين المطرودين من الأندلس والعلويين. شيدت القصبة في القرن الحادي عشر على يد المرابطين، عرفت توسعا عمرانيا ورباطا في عهد الموحدين، أهملت لفترة بعد الموحدين إلى أن حل بها الموريسكيون الحرناشيون المطرودون من الأندلس في مطلع القرن السابع عشر، جعلوا من القصبة مقرا رئيسيا لجمهورية أبي رقراق، وهذا ما يفسر الألقاب الموريسكية التي تسمت بها دروب القصبة. تظهر البسمة الأندلسية بجلاء في كل الأرجاء، على الأبراج والدروب والبيوتات والمقاهي. تنسدل الأزقة العنكبوتية عشوائية في المنزلق، رقيقة ومموجة كجدائل غجرية حلت على عجل على فستان أزرق على حيطان القصبة الزرقاء سيدة الممرات. تطل أفواه المدافع من فتحات الأبراج، تمارس مهنة الجمود الغير معتاد، تعانق الشهادة المفقودة في الأبعاد.
تعانق أسماء شخصيات خلدها التاريخ كاسم الدبلوماسي والقبطان عبد الله بن عائشة الذي زاول الجهاد البحري ونجح في مضايقة سفن فرنسا، إنجلترا، الدنمارك وفي ترويع ساحل البوغاز وقادش متعقباً السفن الأوروبية المتوهجة أو العائدة من أمريكا. والمنحدر من عائلة بيريس الموريسكية الحاج عبد القادر بيريس سفير المولى إسماعيل في إنجلترا وأول حكام الكيان السياسي الذي عرف لاحقا باسم جمهورية أبي رقراق. والقرصان والسياسي الأندلسي إبراهيم برغس أو إبراهيم برغاش. تضم القصبة حدائق ذات طراز أندلسي ومآثر عمرانية بديعة التشييد كالجامع العتيق والقصر الأميري لابن المولى إسماعيل، كما تتمتع بجو فني بوهيمي خاص ومختلف. أروقة للفن التشكيلي على الطرقات، معارض مصغرة لأعمال يدوية وفرق موسيقية تمتم نغمات مختلفة هنا وهناك. كلها أجواء تدفعك للتفكير في تلك التي أرهقت الوطن، تلك التي أعيت بلاد المغرب وبلاد المسلمين بالسهر، الحبيبة الحاضرة الغائبة، الأندلس. كانت معكم أختكم سميرة فخر الدين من قناة الأندلس اليوم. إذا أعجبك المحتوى لا تهمل تشجيع القناة بالدعم والتفاعل والاشتراك. إلى اللقاء.